هذه حلقة جديدة. اليوم راح اوريكم اي شو بدكم تلعبوا. في عندي العاب، في عندي ماينكرافت، وفي حساب على هذا هنا عندي لقات، مش لقات عليه، عندي حساب على هذا ادخل عليه. اسمي محمد بس موجود هنا عليه احمد، مش عارف انا مش عارف هيك. ادخلوا تستنى وقت، بعدين هي ازاز كتاف السيد. انا هذا هو حسابي، ما عندي كتير انا اصلا، انا ولا حاجة ما بعرف شو عنها، انا بس نزلته وكتبت بس صغيرة مع الوقت اسمي، حعمل كل شي عليه. بس احنا اجينا كويش طفش، بحاول العب لعبة. بتابع سيد في فيديو بنزل عليه معه الحرامي هذاك، في حرامي اللي بعرف حيعرف شو هو مين هو. هلا بوريك شخصيته. والله طول سكن هنا، كل ما اصور فيديو بدقيقتين. في هاي اللعبة هذه، وفي كانتي كراش، شوف هاي لعبة كنتو في ماينكرافت عندي اياها، بس على جوجل ما هيك بتنزلوها، صعبة شوي سهلة. في كتابة، في ايش ما بتكونتو دعموني امانة، ما عندي اي شي. اشتركوا في القناة، عندي كل الالعاب فيهن، بس اكتبوا لعبة وانا بنزلها، حتى لو كانت ايش ما يكون، بس ببجي فورتنايت ان شاء الله حاول انزلها. احط الجوال هيك وهو عالي وبالضبط هيك، وجوالي تحت كمان العب علي ببجي، بس بقى فورتنايت وكيف ان شاء الله. ان شاء الله يصير ان شاء الله اي لعبة. 99 اوف 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 99 كيل كيل ولا ايش، والله انا ما بعرف لعبتكم اياه. بس هلا احنا قصدي اي لعبتكم، بس انا حلعب ماينكرافت اخيرا. نلعب ماينكرافت مرة ثانية، تدخل على هذا البرنامج في فوق اخر شي اوبتويت السويدي بشرح منا هذا، حشرح لكم اذا بسكو بقدر اشرح لكم هلا بسهولة تامة. بس انا اللي بينزل ماينكرافت هذا عشان يلعب مع اي شخص، اذا الكمبيوتر هم بيعرفوا شو بيسووا، اذا جوالات وايبادات ما فيكم نزلوها ماينكرافت. اكيد اذا عندي انا سهل، اسهل من ما في، بقدر انزلها بخمس دقائق ودقيقتين دقيقة. ايش كان اليوم عندي كم مدرسة، بس ما ليش بارك عام. ان شاء الله ما حملت لحتى هذي، بس انت نعمل ما تحمل صارت عندنا، صرت هذي ذات الجديدة كويس. ايه ما بعرف لا تقولها، اذا جيت لانا هاي معناها عدتس علق عندي، ما انا عارف ليش مرة علق عياه. راح كل السيرفر تعب عليه، تعب عليه هيك. هذا اشي راح حلو تقريبا، شايفين؟ تدخلوش على جوجل، ادخلوا على وين هذا شايفينه، ادخلوا عليه ضغط عليه صح. انا اخصكم اضغط على جوجل نفس الشي، جوجل اي شي مهم يكون مثل جوجل اي هذا. انا هاي موجود عندي بس ضيف خانة تانية، هذا هو الخانة تانية. شو دخلنا
ببجي موبايل هاي شايفه، شايفين شو تكتبوا؟ انا بحفظ بس دورجيكو. هذا هو، هذا هو، هذا تكتبوه ما بطلع لكم شيء ثاني صح؟ تضغط على اول واحدة اظن هي، اذا هي بعرف كيف انا شكلها. لا والله اني عشان انا نزلت مش عارف، خل اقولهم على الاولى. انا عندي اياه نزلوا، انا بس اقولكم تدخلوا عليه، تدخلوا تكتبوا نفس الكلام نفس الابتويت، يعني صح انت عملتوه حملتوه، جيت على جوجل شو تسوي؟ تضغط عليه، هو انت شغلته صح، بس انا ضغط عليه بعدين تكتبوا ابتويت مرة تانية نفس الكلام صح هيك، طلعتكم فوق بس نسيت انا شو وين بالضبط. شايفين هاي اللي فوق ابتويت؟ اكتبوها بالضبط هون، بعدين تكتب ابتويت، بعدين تقول له تحميل، بعدين استنى شوية بعدين تحميل، بعدين هيك بعدين ننزل، بعدين تكتبوا وينه هذا خلناه صح؟ لما نكتب كرافت انا بس اكتب ام بتطلع لي اياها بعدين هاي ماينكرافت بسهوله، بعدين نقول تحميل تضغط على البرتقاليه هذه هي علق عندي جهاز هاي هي فهمت هاي ماينكرافت مين هذا في كل شيء صار تغييرات بزيادة، بس أنا ما بعرف هاي الصورة نفس هذا يقول لي دخلنا على الماب، بدي مابات لهذا المكان. بعدين صح نزلت، ما تقدر تدخل على هذه صح نزلت، بضغط هون بعدين أظن حتزبط معي، أظن لا أظن أظن لا سر حسين مع اسمه في كلام رح يطلع لكم صح، نقول حمس يس حمس تحمس وكل شيء تحمل حبيبي انا عندي تاني تطلع لكم كتابة هي صح حملت لكم رح تطلع لكم كتابة بعدين هي بالضبط نفسها اضغطوا اوكي ما حتشتغل صح اوكي اسمع يمكن هذا القروي ما يمكن غير عن الدافع أنا ذي أفضلك ماب أوكي بعدين بطلعكم أقولكم هلا هلا هاي أحسن طريقة بعدين تدخلوا على متجر ألعاب، متجر ألعاب هذا هو المتجر. أنا حط سويدي يعني كل شيء سويدي بس بحاول بحكي لك عربي أنا، متجر ألعاب بعدين تكتبوا اسمه ماينكرافت، مش ماينكرافت هو اسمه بس هو شبيه ماينكرافت، ما هو اسمه هذا هو، بعدين تكتب هذا البرنامج هذا هو، تكتب هذا هاي شايفين بي بي بلا 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 تكتبوه، بعدين هذا هو اهم شيء حمل انت تضغط عليه بتصير. هذا شرحنا ماينكرافت، انا اصلا ما كان مش عارف ليش مسح لي ماينكرافت ماباتي، بس اقول لكم فرحة حلوة راح اسوي ماب على روبلوكس او ماينكرافت، انزل لي ماب نلعب انا وياكم متحمس، المشكلة ما فينا نلعب انا وياكم مع بعضنا لازمنا تجوا عنا احنا في السويد وانت وين هيك، في مرة الفيديوهات يعني خلص الفيديو بدون اسلم اكيد هذا اكيد ما شفته، بس راح انزله هذا على اليوتيوب، وين اليوتيوب انا بسوي فيديو هذا البرنامج اظن راح يخلص من انا بضغط على شعار يوتيوب اذا يجيني كورة ما عندي افلام انا اصلا ما اضغط ما عندي افلام كثير يعني.
10 دقايق هلا. هذا شو انا هذولا بالتلفون محكي ما بعرف يكتب لا هذا شايفينه وبحكي قصص مخيفة. بذكر قصص مخيفة حطوا بلا بلا ببجي ضد فري فاير. اوف 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 اذا بذكر قناة مخيفة كتير اكتبوا بلا بلا بعدين بطلع لكم اياها. اوف كم سيارة شرطة. اوف 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 محمد صلاح ولا شي كان فيه صح. ايوه اذا بدكم انزلكم تيك توك تمام ما في مشكلة. اي شي بدكم اياه هلا بس انا انزله على اليوتيوب. على اليوتيوب ما بالاشياء هيك بعدين بخش. الله ليه حموت موت هذا تيك توك كذب كله بس عم بنط بجيبها بالضبط كل شيء هدول بعدين. بعدين بس اخلص انا الفيديو بس خلصته اذا اعلانات هيك اشياء عشان اقول له اذا بدك هذا بدك تنزله ولا بدك تنزله. مش راح اعمل اسمه اغنية او قصص مخيفة بلا ان شاء الله ما قصص مخيفة اصلا. انا اول ما اخلص راح احضر فيديو هذا بتاع يسلو. انا بس اخلص حضر راح انزل فيديو وهلا بنزل فيديو اشوف كم فيديو وصل قديش المتابعين ما بعرف انا كيف بس بضغط هذه انت اصلا المشاهدين شنو اجيكم انت تعرفوا هاي احلى الفيديو اللي تعودوا كم مشترك صفر. اخ يا اخ اخ كامل ايام زمان بس عندي شيء ما هذا عندي كان قناة هاي اللي بالك فارجعها قول لي أمانة كان عندي مشتركين هذا كنت طول لسه بلعبه أنا ما أرجوك قديش كان عندي ده أنا إشي بس أنا ببدأ في الاسم بس في أشياء ما بعرفها كل شيء تغير فيها هذا كان جوال بتلفون هلا انا نوضا ما بعرف مش عارف اي شيء هدول بليون انا اي واحد باخذ انا اي واحد باخذ انا هذه لا واحد مليون راح اخذ البليون انا هلا بتعرف ما اشتريها انا خالص انا السفر بطيء انا صح شايف هذا المشروب كان اسطورة نوب انا صح انا
هتقول عني انا نو وانا نو هيك. لا طلع لا والله كيف طلع كيف السكنات. هذا احسن شي كان عندي، من دون هذا بقدرش اعرف العب. دول السكنين كانوا خرافي. اي تالت كمان تسوش هذول، تعرف ان انا حصلت هذول كمان نفس السكنات اللي معي كمان، بس ما معي ايش هذول. خلاص صغت، هذا صغت كمان. هذا كنت كمان انت كنت نوب 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 لسه. Amen.